السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أحباب في الله، هيا بنا نعيش قصة النبي صلى الله عليه وسلم فرح بها فرحا شديدا وتهلل له لها وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه القصة فرح بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند سماع نهايتها، على الرغم من حزنه الشديد في بدايتها. فأخي الكريم، هذه القصة أن رجلان جثا على ركبهما، يعني رجلين جلسوا على ركبهما يوم القيامة عند الله رب العالمين، فقال أحدهما لله سبحانه وتعالى: إنه قد ظلمني في هذه الحياة الدنيا. فهذا الرجل قال لله: خذ بحقي منه يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: أعطيه من حسناتك. يعني ربنا بيقول للإنسان اللي هو الظالم، يقول أعطي للمظلوم بعض حسناتك. فالراجل الظالم ده يرد ويقول: لقد فنيت جميع حسناتي يا رب، يعني ما عندي حسنة، كل حسناتي انتهت وما بقي لي حسنات. فيقول الرجل المظلوم: فليأخذ يا رب من سيئاتي. فهنا يحزن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسبب دخول أحد من أمته في النار. هذا الرجل دخل، قد يدخل النار بأنه ظلم أخوه المسلم في هذه الحياة الدنيا. فيقول الله سبحانه وتعالى للمظلوم الذي يريد أن يأخذ بحقه من أخيه: انظر إلى الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يقول له: انظر إلى الجنة. فأخي الكريم، تنكشف له الجنة بما فيها من قصور وأنهار ومناظر بديعة. اللهم ارزقنا وأحبابنا الجنة يا رب العالمين. رأى هذا الرجل القصور والمنازل العظيمة والأنهار الجميلة والمناظر البديعة، فيسأل الله سبحانه وتعالى ويقول: يا رب، لمن هذه القصور؟ لأي نبي أو لأي صديق أو لأي شهيد؟ فيجيب الله سبحانه وتعالى: كل هذا لمن أعطى ثمنه، يعني ليدفع ثمن هذه القصور والأنهار، ليدفع ثمنها يحصل عليها أو ينالها. فيسأله الرجل، هنا الرجل جاءه حب الفضول ويسأل الله سبحانه وتعالى: يا ربي، ومن يملك ثمنها؟ مين اللي يقدر يملك ثمن هذه القصور الفاخرة والأنهار وهذا النعيم المقيم؟ مين اللي يقدر يدفع الثمن بتاعها؟ لا أحد يقدر على ذلك. يا ربي، من يملك ثمنها؟ فيجيب رب العباد الله سبحانه وتعالى، يجيبه: أنت تملك الثمن. ربنا بيقول له: أنت ممكن، أنت عندك الثمن بتاع هذه القصور. فأخي الكريم قال: وما ثمنها يا رب؟ بيقول لربنا سبحانه وتعالى: إيه الثمن يا رب اللي أنا أقدر أن أنا أقدمه أو أدفعه؟ قال سبحانه وتعالى: العفو عن أخيك، تعفو عن أخيك. فقال هذا العبد بسرعة: لقد عفوت عنه يا رب. يا رب، أنا عفيت عنه خلاص، ابتغاء مرضاتك وابتغاء أن أنا أدخل هذه الجنة وتنعم فيها
وأتنعم في هذه القصور وهذه الأنهار، وأمشي بين هذه الأشجار وأشاهد المناظر البديعة. فقال لي: يا رب أنا عفوت عنه خلاص. فيقول رب العباد سبحانه وتعالى وهو العفو الغفور الرحيم القادر على كل شيء، وهو عفو كريم يحب العفو. فالله سبحانه وتعالى العفو يقول لهذا العبد: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. الله أكبر، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. الله يقول لهذا العبد اللي هو المظلوم: خذ بيد أخيك الظالم وادخل الجنة بسبب أنه عفى عن أخيه المسلم. وهنا ضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واشتد فرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب عباده المؤمنين الطائعين المنيبين الذين يعفون عن البشر وعن أخطائهم وعن ذلاتهم. أخي الكريم، إذا أردت أن يعفو عنك الله سبحانه وتعالى فاعفو عمن أساء إليك مهما كان فعله صغيرا أو كبيرا. فهذه الحياة دنيا، وهي هذه الدنيا دنيا زائلة، فالله سبحانه وتعالى عفو. فإذا أردت أن تحقق في عبادي صفة العفو وتعفو عمن ظلمك، فالله سبحانه وتعالى ثق تماما أن الله سوف يعفو عنك يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح فرحا شديدا لهذا الموضوع. وهذه قصة نستفيد منها العفو عن الآخرين والتحلي معهم بالصبر على الأذى والصبر على صفات الناس الذين لهم طباع سيئة. فأخي الكريم، كلما عفوت ازددت قربا من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الناس يحبونك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ودفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الذين ينفقون في السراء والضراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس. والله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية وقال: والله يحب المحسنين. فانظر أخي الكريم أن العفو والإنفاق في السراء والضراء والعفو عن الآخرين والتجاوز عن أفعال الناس المسيئة لك، فالله سبحانه وتعالى يحبك، فعند ذلك تكون إنسانا محسنا، والله سبحانه وتعالى يخبر ويقول: والله يحب المحسنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين العافين عن الناس الذين يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، وعفو ومغفرته ورضاه ورحمته في الآخرة ويوم العرض على الله سبحانه وتعالى. أحبابي في الله، نشكركم على حسن الاستماع. لا تنسونا من صالح دعائكم والاشتراك في القناة وكتابة التعليقات، ولا تنسوا الدعاء لظهر الغيب لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وجميع سائر المسلمين. أخي الكريم، تعلم فن العفو
عن الناس وقضم الغيظ ومقابلة السيئة بالحسنة، فحينئذ تنال رحمة الله سبحانه وتعالى وتنال عفوه. دمتم بخير، ونشكركم على حسن الاستماع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ولا تنسونا من صالح دعائكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله.